السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أستضيف اليوم الدكتور شريف يونس في حوار حول كتابه البحث عن خلاص. في هذا الكتاب بصراحة أنا فوجئت بالمحتوى المهم وأعتبره مهم إلى درجة كبيرة جدا، وأرى بأن هذا الكتاب يستحق منا دراسات متابعات نقدية أو فكرية للأطروحة التي قدمها هذا الكتاب. أستضيف الدكتور شريف يونس يحدثنا عن هذا الكتاب وهو اسمه البحث عن الخلاص، صادر سنة 2014، وهو مشروع كان هدفه الرئيسي هو تقديم نظرة، حسب تعبير المقدمة الكتاب، تقديم نظرة نقدية شاملة لتاريخ الدولة والإسلام في مصر الحديثة. فأهلا وسهلا دكتور، وأتشرف بأنه أنا قابله حول هذا الكتاب الذي أجد أن من الضروري التعريف به. مساء الخير وشكرا ليك على هذه الاستضافة ولكل الناس اللي هيسمعونا بعدين. يعني شكرا جزيلا. الكتاب بصراحة لم أقرأه بالكامل، لكن أنا أخطط لأن أقدم تصور شامل على الموضوع حول مشروع الكتاب، ماذا يريد أن يقدم الكتاب من أفكار، وما هو مشروعه، وما الذي توصل إليه. ففي المحور الأول نتناول في مشروع الكتاب ككل، وبعد ذلك في حلقات مقبلة نتناول الفصول فرادة أو على حدة. في البداية أنا أسأل السؤال الدكتور سؤال حول ما أهمية هذا الكتاب وأهمية الطرح الذي يطرحه. يعني أنا طبعا شايف أن أهمية هذا الكتاب يحددها القارئ قبل أي شيء آخر، ولكن أنا كنت مهتم بكتابته لأنه كتاب كان يعني انه انا عايز اقدم تصور مختلف عن التصورات السائده في تاريخ مصر الحديث، مش من زاويه المعلومات او اللي هي الاحداث الجزئيه او الافراد او تاريخ الافراد، ولكن من زاويه ازاي ننظر لتاريخ مصر بصفه عامه. يعني كيف يبدو، كيف يجب ان يتبدى لنا تاريخ مصر الحديث بصفه عامه؟ هل هو فعلا يعني ما هو المحور الاساسي للسرديه الخاصه بهذا؟ هو هنا السؤال اللي برايي، انه ما الذي يختلف في هذا الكتاب عن بقيه القراءات النقديه او التحليليه للتاريخ المصري؟ اللي وجدته شخصيا في هذا الكتاب انه هنالك طرح مختلف، وايضا ادوات منهجيه مختلفه تماما عن المنهجيه السائده التي تتناول دائما مناهج سياسية، مناهج تاريخية، لكن وجدت هناك منهج فكري أكثر عمقا من غير من المناهج الأخرى. ما الذي يختلف فيه الكتاب عن الآخرين؟ الفكرة الأساسية في الكتاب أنه في أطر يتم جواها دراسة تاريخ مصر الحديث، اللي هي وتاريخ المنطقة كلها الحقيقة بصفة عامة، هي إما المنظور الوطني بمعنى مصر دولة وطنية وكانت واقعة تحت الاحتلال البريطاني لفترة من فترات، ومن هنا تولد المشروع الوطني خارج الإطار الأكاديمي في البداية ثم في الإطار الأكاديمي نفسه. وطبعا في الدراسة الأكاديمية بيتم تقديم دراسات كتير في نواحي جزئية كتير، ولكن هي ملتزمة بصفة عامة داخل الإطار الوطني، اللي هي فكرة أن هناك أمة يعني تحاول أن تحقق خلاصها أو مصيرها أو ما إلى ذلك. يعني بيتم التسليم بأن مصر بالمعنى أو أمة قومية بالمعنى الحديث، وفي الإطار ده بيتم عرض الدراسات المختلفة اللي بتتناول هذه المواضيع الجزئية. يعني أما البديل الآخر فهو البديل الإسلامي، اللي هو بينظر إلى مصر كانت جزء من الإمبراطورية الإسلامية العظيمة، ثم أتى بعد كده التأثيرات الغربية، مش بس الاحتلال البريطاني ولكن حتى التحديث حداته وما اعتبروه تغريبا، زي مثلا اتخذوا من القانون الحديثة، اتخذوا من الدولة الحديثة محمد علي، باعتبار ان ده شوه طبيعة مصر يعني، وان احنا اصبحنا تابعين ومتدورين بسبب هذا سبب هذه العلاقة المشوهة إنجاز التعبير بالغرب. فدي الأطر اللي بيتم فيها تناول تاريخ مصر الحديث. يمكن ده مش واضح قوي في السرديات الأكاديمية اللي هو التيار الثاني ده، ولكن موجود في كتابات كتير وحتى به وجود في هو اللي لاحظته أنا مثلا عندما أتحدث عن
بوادر ظهور الشخصية حسب تعبيرك تقديم نظرة نقدية شاملة لتاريخ الدولة والإسلام في مصر الحديث. هنا السؤال يكمن في أنه هذه الدولة هل هي مستورد من الخارج، هل هي دولة حديثة بمعنى الغربي بمعنى العلماني، أم هي أيضا بالقياس نفس المحور الثاني اللي أنت تحدث عنه، لأن الإسلام أيضا يطرح نموذج لبناء الدولة وللدولة ككل وفق ما يزعمون بأنها هي دولة على منهج على نهج الخلافة أو نهج السنة والتاريخ الإسلامي. هذا النموذجان أيضا مستوردان، وبعد ذلك تحدث عن مصر الحديثة وظهور بوادر ظهور الوطنية المصرية، وقلت بأن ظهرت الوطنية المصرية كأنما كانت هي نائمة واستيقظت. الإسلامي أيضا يقول الإسلام نائم وسيستيقظ ولدينا صحوة. فهل كانت هناك وطنية مصرية جرت استعادتها؟ في تقديري لا، يعني لم أم صناعتها لم تحدث الأمور بهذا الشكل، ولكن هي ترتبت على دخول مصر العصر الحديث. وطبعا دخول مصر في العصر الحديث ده شيء لا يميزها على الإطلاق، يعني أندونيسيا دخلت، الكاميرون دخلت، البرازيل دخلت، كل العالم دخل العصر الحديث. فمصر أيضا هي دخلت العصر الحديث كجزء من الدولة العثمانية، يعني إن كان في أحد البشوات اللي يحكموا باسم الدولة العثمانية محمد علي قطع شوط في بناء الأجهزة بتاعت الدولة الحديثة، وده كان ضمن مشروع عثماني، والمشروع العثماني كان ببساطة الهدف منه عدم سقوط الدولة العثمانية، لأنه اللي حصل إن الدولة العثمانية كانت في القرن الستاشر هي أقوى قوة في أوروبا على الإطلاق، والنموذج الذي ينظر إليه الأوروبيون بإعجاب. ولكن مع مجيء آخر القرن السابع عشر ابتدت تتعرض إلى هزائم وابتدت تفقد بعض الأراضي التي فتحتها، وظهرت روسيا التي أخذت بما منهج الحداثة برضو، يعني استوردت إنجاز التعبير الآليات الأوروبية في بناء الدولة في عهد بطرس الأكبر. وبالتالي الدولة العثمانية وجدت أنه لابد من تقتبس هذه الأشياء التي جعلت أعدائها أقوى منها، وفي الإطار ده كانت محاولة محمد علي اللي عملها لحسابه الخاص ولحساب الدولة العثمانية في نفس الوقت، ومن هنا ابتدى الموضوع. فهنا هل معنى كده ان دي شيء وافد؟ هو وافد بمعنى انه الحداثة لم تبدأ في مصر او لم تبدأ في الدولة العثمانية، لا في كل مكان، ولكن بمعنى اخر هو ده عصر جديد. طب ما هو في نفس الوقت ما احنا ممكن نتكلم على ان الأديان التوحيدية وافدة ببساطة، لانه لما نيجي نشوف التاريخ القديم هنلاقي الحضارة الفينيقية والحضارة والأشورية والمصرية القديمة وغيرهم، وكان دي حضارات موجودة مش أي معنى في المكان نفسه وليس شيء وليست مستورد. ومع ذلك من وجهة نظر التاريخ الإسلامي أن يعني هذه الشعوب يعني أن عليها الله بالإسلام، وبالتالي فخلاص يعني أن هو ده الوضع اللي احنا يجب أن نستقر عليه. هو في الحقيقة احنا نقدر نقول احنا بننتقل الى البشرية كلها انتقلت الى عصر جديد اسمه العصر الحديث، بيختلف بقى في كل حاجة، في بنية الدولة، في طبيعة الثقافة، في طبيعة الفكر، في طبيعة النشاط الاجتماعي، طبيعة التقسيمات الاجتماعية، الطبقات الاجتماعية الموجودة، ومن كل النواحي يعني. وكان لابد من الدخول بشكل او باخر، وإلا كانت تتعرض للفناء، يعني زي ما حصل بالنسبة مثلا للهنود الحمر. يعني الهنود الحمر هم كانوا يعني متأخرين جدا جدا، وتعرضوا لأوبئة ما كانواش واخدين عليها وهكذا، ففنى معظمهم وتحولوا إلى أقليها مشية لا تذكر. فإنما هنا ما كانش الوضع يعني دور إلى هذا الحد، كان في بالعكس يعني إدانة عملية الأدوات الحديثة، ده يعني دي إدانة مجانية يعني، ولا تدرك شيئا في طبيعة الأمور. يعني هي كمان لو كانت مسألة اختيارية، هي المسألة كانتش اختيارية، كانت مسألة جوهرية لمجرد الحفاظ على وجود هذه الشعوب في التاريخ بهذا المعنى. وكما طلعت من خلال كتاب هذا المعنى، أنه فكرة الوطنية هي أيضا فكرة مستوردة،
وجرى تأسيسها الوطنية المصرية والوطنية العراقية أو الشامية أو السورية وتفر، يعني جميع هذه الوطنيات هي وطنيات مستوردة بفعل تأثير الحداثة، فبالتالي هي أيضا وافدة وفكرة موجودة، ولكن كما أشار الكتاب إلى أنه هناك تياران، التيار الوطني الذي بدأ يتشكل على يد شخص هو أجنبي أصلا ليس وطني هو محمد علي، بعد ذلك ظهرت التيارات المتنافسة الإسلامية. وأنا في وجهة نظري يعني كما أرى يبدو أن التأثيرات العثمانية ما زالت موجودة، يعني الإسلام السياسي ما زال متأثر بالنموذج الإسلامي العثماني، عندما ترى ما يحدث كأنما هنالك سلطنات عثمانية ما زالت تتصارع، يعني قصدي أنه ما زالت صراع السلطنة أو ما يعني آثار أو الفكرية المعنى العامة للسلطنات العثمانية ما زالت متتصارعة مع الفكرة الوطنية. ما رأيك بايك؟ أنت أشرت للحالتين يعني، لكن ما دمجتهم يعني. بس يعني أول حاجة أنا عايز أكلم فيه ما يتعرف مسألة الاستيراد في حد ذاته. نعم. لو إحنا عايزين نتكلم عن الاستيراد، الوطنية طارئة على أوروبا كما هي طارئة أو طارئة على الغرب كما هي طارئة عندنا. يعني إن لم تكن أوروبا تعيش في العصور الوسطى في صورة قومية على الإطلاق. هذا لا يعني. وفرنسا لم تكن هناك قومية فرنسية. وكان في اختلافات واسعة جدا موجودة ما بين الأقاليم الفرنسية حتى في بعد قطع شوط من الحداثة في فترة الثورة الفرنسية مثلا. والدولة الفرنسية ما بعد الثورة هي اللي عملت دور كبير في توحيد واللهجة وما إلى ذلك. الكلام دقيق. ففكرة إن في يعني أنا بقول الكلام ده ليه رغم مبادئي، ولكن هي المشكلة إن الموضوع هنا بيفهم بشكل غريب جدا، إنه بيفهم إن الوطنية ده شيء غربي أصيل وتم استيراده فهو غريب عننا، يعني زي ما بالضبط إنك يعني مثلا تلبس لبس القبائل الأفريقية مثلا. نعم. النسوش ولماذا نلبس هو لبسهم هو طالع في بيئتهم بشكل طبيعي لكن هو غريب عننا، بس هي المسألة مش كده، لأن الوطنية أيضا كانت غريبة عن أوروبا، دي مرحلة تاريخية جديدة في تاريخ البشرية وليست يعني شيء بينتمي إلى إقليم معين ولكن هو غريب عن الأقاليم الأخرى. وعشان كده هنلاقي إن الظاهرة القومية بتتمدد في العالم كله، واليابان وما إلى ذلك، هل هي اليابان أصلا يعني هي كانت جزء من الغرب؟ عندها نفس التراث الثقافي والفكري والعقائد والما ولا اي حاجه من ده بالنسبه للموضوع ده. هل انه حصل بعد كده صح الصراع؟ لانه في الحقيقه عمليه الحداثه هي مش زي ما نشتري جهاز جديد ثم يعني نوصله بالكهرباء ويشتغل، انما هو عباره عن عمليه تحول معقده بتتم مجتمع معقد، وبالتالي في دي عمليه بتاخد وقت وبتنطوي على كثير جدا من الصراعات، وتخيل انها تبقى خاليه من الصراعات مساله مستحيله، لانها حصلت الصراعات دي في كل حته بما في ذلك حتى في اوروبا مع نشاه الحداثه. كلامك صحيح دكتور، انه يقول مثلا الوطنيه ظهرت ايضا من في اوروبا بشكل مستجد عليها، لكن لا ننفي انها ظهرت بفعل تراكمات تاريخيه واحداث تاريخيه والحروب الاهليه وما الى ذلك. يعني الوطنيه ظهرت تعبير عن حاجه الفكرة القومية هي الناشوناليتي، يعني هم أتهم القومية والوطنية كلمة واحدة. لكن القصد بأن هم هنالك حاجة للخروج من الإطار الديني بفعل ضغوط الحداثة وفكر التنوير وما إلى ذلك، كلها أدت إلى ظهور وطنية. لكن المشكلة هنا واللي يتناولها الكتاب بشكل تفصيلي، هي في مشكلة كثير من المناطق بقى في العالم، إنه انتشار الحداثة وانتشار الفكرة الوطنية كان تحت تأثير مشكلة مواجهة الغرب بصفته تهديدا، حتى لو هو مش مستعمر، يعني حتى قبل أن يستعمر هو موجود بصفة تهديد، وهو مثلا كان بيأكل في أراضي الدولة العثمانية بالتدريج ولكن ما أسقطهاش غير في المتأخر جدا يعني. فهنا القصة أنه يعني ما نقدرش نقول أنه الدولة العثمانية يعني أو الحداثة في الدولة العثمانية قريبة تماما، لأن دي عبارة عن بتلبي احتياجات الدولة نفسها، يعني هذه الأقاليم التي استوردت الأفكار الحداثية هي كانت مضطرة أنها تفعل ذلك، زي ما بالضبط أنه حصلت
إكراهات في أوروبا أدت إلى نشأة فكرة الدولة الحديثة، فهيئة ملكيات مستبدة في البداية قبل ما يبقى حكم الشعب وهكذا. فعملية إن إكراهات التاريخ هي اللي بتغير الناس، ده بيحصل في طول التاريخ. يعني لم يغير الناس أبدا عاداتهم ولا تقاليدهم ولا أفكارهم ولا تصوراتهم عن العالم ولا سلوكهم إلا بفعل إن هم تعرضوا لإكراهات جعلتهم يفعلون ذلك. ومن هنا الكلام حوالين إن تأثير الغرب غير، ولكن هل الوطنية ظهرت؟ يعني هل مثلا كانت بإملاء استعماري؟ لا، ما كانتش بإملاء استعماري، كانت بفعل التحديث نفسه. يعني لما نيجي نتكلم تقني، يعني ازاي بقى في حركة وطنية مصرية، دي حاجة ما كانوش بينفذوا فيها المصريين مثلا تعليمات الإنجليز، فهم كانوا الحركة الوطنية كانت في مواجهة الإنجليز، فهي بنت التطورات اللي حصلت في المجتمع والثقافة والاقتصاد، وهي اللي أدت في النهاية إلى تبلور الأفكار دي ووجود جمهور متحمس لهذه الفكرة ومقتنع بيها. أنت أشرت إلى موضوع وهو عنوان الكتاب البحث عن الخلاص. هل نستطيع اعتبار أن الإسلام كما تتناوله هنا، أو قيرورة الحركة الإسلامية وتاريخها تطوراتها وبدايات ظهورها من عمليات محاولات الإحياء أو التجديد والإصلاح الديني ومؤخرا الصحوة، هل تعتبر الإسلام هو أيضا كان محاولة لتشكيل نظام جديد، وما زالت هذه المحاولة مستمرة ووجدت نفسها هي متصادمة مع الفكرة الوطنية أو الدولة الحديثة كما تحدثت عن هذا الموضوع بتفصيل في كتابك؟ يعني أنا أعتقد إنه لا، يعني ما كانتش الحركة الإسلامية هي محاولة لتشكيل نظام جديد بقدر ما كانت محاولة يا إما للتوائم مع الحداثة أو لمقاومة الحداثة أو لقولبتها بشكل أو بآخر في إطار أفكار الإمبراطورية الإسلامية القديمة، أو فكرة النظام الإسلامي، أو فكرة الشريعة، الفكرة الطائفية، حكم الجماعة المؤمنة صاحبة المذهب الصحيح. وإنما لم تكن هي نفسها لديها مشروع واضح، وهي يمكن هذه هي المشكلة، إن هي يا إما إنها عايزة تتمرد على الإطار الوطني كله وتستعيد الإمبراطورية زي الحالة بتاع داعش مثلا، أو إن هي عايزة تؤسلم الدولة الوطنية نفسها. لكن هي ما كانش ما عندهاش في الحقيقة مشروع، يعني مشروع يعني هي مفلسة من زاوية المشروع، ما عندهاش مشروع خاص. لماذا هذا استجابة الناس لهذا الموضوع؟ لماذا الدول تدعم هذا النموذج الإسلامي؟ لأنه هذا السؤال. الأفكار والمشاعر والبنى الاجتماعية القديمة ما زالت موجودة برضه. يعني لأنه عملية التحديث هي عملية بتاخد وقت طويل جدا، وده حصل حتى في أوروبا. يعني احنا شفنا الموضوع بتاع مثلا، يعني يجب أن نتذكر واحنا بنتخيل، لكن مثلا الفظائع بتاع داعش وبوكو حرام، ان ده يعني لا يقاس على الاصلاح الديني في اوروبا. الاصلاح الديني في اوروبا افنى حوالي ربع سكان اوروبا. اي طبعا، بس لكن داعش ظهرت ليس بفعل، لا المفارقه، داعش ظهرت بفعل دعم الدول الوطنيه او تمويل الدول الوطنيه فالمفارقه هنا نوع من التآمر الوطني على الاسلامي. لا، هنا يعني من الطبيعي ان يبقى فيه، يعني ما نقدرش نقول، يعني ما نقدرش نقول حركه الاصلاح الديني هي عباره عن بإعاز من دول. لا، كان في حركه منتشره ابتداها مارتن لوثر او ابتداها جون كالفن، ولكن في النهايه طبعا زي اي حاجه، زي اي ظاهره بتفرض نفسها على الساحه العامه، تتدخل القوى اللي موجوده. فيبقى ممكن ملك فرنسا عنده مصلحه في انه يعني يساعد الاصلاح الديني عشان يعني يتعب نعم، خصومه اللي في المانيا زي الامبراطوريه المقدسه. عن فرنسا وال انه يعني ما نقدرش نقول ان تدخل الدول والقوى المختلفه في ظاهره يعني زي الاصلاح الديني في اوروبا حصلت برضو زيها عندنا في المنطقه، ان لما بقى في تيار اسلامي تم التعامل معاه. يعني الملك فاروق مثلا استخدم الاخوان المسلمين ضد الوفد، السادات استخدمهم ضد اليسار، وهكذا. ممكن قوة مثلا زي قطر وتركيا تحاول ان هي
عايزه مصر تبقى اسلاميه عشان تبقى بمعنى ما يعني ليهم ثقل وتبقى منطقه نفوذ ليهم. دي تدخلات، ولكن هذه التيارات مش مصنوعه، هي نعم ليها علاقه بالعمليه الصعبه للتطور بتاعت، علشان كده ما بنشوفش اصوليات. بالعكس، الاصوليه الدينيه هي بنت التحديث اي هذه الفكره هي هنا. حتى في اوروبا. اي هنا السؤال اللي تناولت الموضوع، انه الفكره هي في الاسلام السياسي الموجود هي استعمل ادوات الحداثه نفسها الفكريه وليس الاداتيه، يعني مش بالضبط. وذكرتها بالتفصيل. انت اشرت الى ان هذه الاصوليه هي موجوده في هذا المنطقه، لكن هذه الاصوليه لم تكن موجوده سابقا. هي فكره كلمه الاصوليه حد ذاتها هي هي مفهوم حديث، مستوردة. مفهوم حديث، هي ترجمة وتحدثت عن ارمسترونج اعتقد بشكل موسع. اللي هي فاندامنتاليزم اصلا، وتم ترجمتها. حتى نقارن بين فكرتك عن الاصوليه الاسلاميه وفكره مثلا تناول ارمسترونج عندك اطلاع عليها؟ لا انا الحقيقة مش مطلع على عندك كتاب عن تناول. ارمسترونج، وايضا هنالك اخرين تحدثوا عن الاصوليه الاسلاميه في طبعا باحثين كتير اشتغلوا على كثير. المنطقة، أنا اللي جيل كيبل يعني ناس كتير كثيرين جدا. وبرتراند. أين نقاط اختلافك معهم؟ انا بصفة عامة متفق مع التيار اللي بيقول ان الاصولية دي فكرة ليها علاقة بالعصر، ودي قال بيها كتير من الباحثين زي الان وغيره. واعتقد انه فانا ما عنديش مشكلة في الفكرة دي، شايف إن الفكرة صحيحة، إن الأصولية مرتبطة بالحداثة وليست هي عبارة عن انبعاث لشيء حصل في من 14 قرن مثلا في الجزيرة العربية اللي هو البعثة النبوية يعني، نعم وإنما هي إعادة تكييف لما ورثناه من كل تراث 14 قرن ده، من أجل التعامل مع مشكلة الدولة الحديثة والتحديث بشكل يعني يناسب الكلام ده، يناسب التراث ده، بس يناسبه بطريقة جديدة. يعني الفكرة هنا انه هو مش بيتعامل، هو رغم ان هو بيقول ان هو بيستعيد التراث، لكن هو في الحقيقة بياخد بآليات الدولة الحديثة. يعني هو بيعمل تجنيد فردي، مفيش حاجة يعني، ما عندوش أي أفكار حوالين دخول الناس في دين الله أفواجا، لأن ما عادش فيه قبائل تدخل أفواجا كده. يعني مفيش حاجة اسمها ان مثلا تنظيم داعش تنضم له القبيلة الفلانية، مش قبيلة خلاص، انت لازم الناس المقتنعة هي اللي هتروح تنضم لداعش او للاخوان، او نعم ممكن يبقى شخص عضو في الاخوان واخوه شيوعي، يعني مفيش ما يمنع يعني. صار تنوع كثير وايضا تنوع في التناول في الفهم في ممكن يكون بالظبط، عندك بقى علاقات ايديولوجيا حديثة اي بتتكلم عن الفردية بتعمل نوع من الانضباط نعم وفقا للعصر الحديث اللي هو ما كانش موجود أبدا اي لا هو كل في العصر الإسلامي، ما كانش موجود يعني. طبعا لا الإنسان معرض لضغوط هائلة، سواء ضغوط فكرية، ضغوط تعليمية، ضغوط في العمل، ضغوط في العلاقات، لا أقصد ليش الضغوط بمعنى ضغوط السلبية أو الإيجابية. السلبية الإيجابية أيضا أنا أتعرض إلى فرصة، أطلع على معلومات مختلفة، فبالتالي تتشكل دائما عندي روح غير فردية فيها فردية. تنوع أكبر بكثير من فهو الزمن بيبقى الحديث. عايز يعني يظبط الافراد. زمان ما كانش كده، زمان كان انا مثلا عضو قبيله، انا بنتمي الى ربيعه او لاي حاجه من النوع ده، شيل كويس، فانا اوريدي عندي اللي هو كنترول عندي بارادايم او عندي نظام على اي حياه ماشي بيه. نعم لما القبيله كلها بتدخل الاسلام بيضاف لها الاسلام على ظروفها وتقاليدها، وعشان كده انما الفكره الاسلاميه البيور اللي هم بيتكلموا عنها دي عمرها ما كانت موجوده في العصور الاسلاميه. ده كان في تنوع شاسع، وكان في ناس لا تعرف عن الاسلام الا اسمه، وممكن ما تعرفش تصلي صح يعني في القرى، وممكن يبقوا مش عارفين فرق ايه الفرق بين المسيحيه والاسلام اصلا يعني. طبعا فهم متخيلين يعني، برضه هم بيتخيلوا الماضي حسب اللي هم عايزين يعملوه، علشان كده هم نفسهم عندهم مشكله مع التراث الاسلامي. يعني لما تشوفهم مثلا مش عاجبهم الف ليله وليله، ده اباحيه وقله ادب، يجيبوا حتى كتابات المفسرين ويحذفوا منها ما يعتبرون اسرائيليات،
ده معناه ان هم مش ورثة التراث ده، هم نفسهم انتقائيين. انتقائيين جدا، علشان يعني هم عايزين يشوفوا الماضي كما لو كان ان هم اللي بيعملوه ده هو اعادة انتاج للماضي، وعشان يبقى اعادة انتاج الماضي من وجهة نظرهم يعيدوا انتاج الماضي بطريقة مختلفة عما كان الماضي عليه، يعني يغيروا الماضي نفسه علشان يبقى متفق مع تصوراتهم. هي علاقة رومانسية، علاقة انفعالية رومانسية، شو سميها؟ يعني علاقة حب، وأنا متعود على هذا النمط، أنه أصلي أصوم وأرفض أي شيء غريب، لكن أنا أعمل كل شيء بطريقة أسلوب جديد. وفي إطار الحداثة في النهاية، يعني لأنه هو لا مهرب منها، هو لن يستطيع أن يعود. يعني مثلا لما حصل التحديث في الدولة العثمانية للجيش بعد عناء، لأن طبعا الانكشارية قومت، نعم، لأن أي نظام حديث الناس ممكن تعتبر أن الحداثة دي حاجة كويسة، يعني أقوى من بقى أحسن، لا هي مش حاجة كويسة بالنسبة للكل، لأن لما بيحل دايما نظام حديث أو بيتم أي إصلاح لازم هيكون على حساب ناس، طبعا هيفيد ناس ويضر ناس، فالناس اللي بيضروا دول بالنسبة لهم هذا شر مستطير، فهم بيقاوموه طبيعة الأمور، وممكن يشوفوه كفر وممكن يشوفوه كل حاجة، وبالتالي لكن لما في النهاية بعد ما اتقتل السلطان في العملية دي من السلاطين العثمانيين نجح بناء الجيش، فبرضه في النهاية رغم الـ يعني رغم ان جه مثلا بعد كده السلطان عبد الحميد الثاني ذو الميول الاسلاميه، لكن ما فكرش ابدا يرجع الانكشاري ولا يفك الجيش الحديث، لان ده معناه انه هيدمر الدوله، معناه ان الدوله هتبقى كقشه في مهب ريح الدول الاوروبيه المحيطه. فهو رغم ان هو راجل يعني بيقول الجماعه الاسلاميه والاسلام وكل المسلمين فوق كل الناس وكل الخطاب ده، ولكن في النهاية الكلام ده ما كانش على مستوى إعادة النظام القديم، لأنه مستحيل. ايوه طبعا، عشان الان احنا اعتقد غطينا هالفقره. انت تحدثت عن البحث عن خلاص، وعنوان كتابه البحث عن خلاص، لكن انت ضمن في المقدمه قلت انه يجب ان اتخلص من فكره هذه مفارقه. اي انا بقى هنا البحث عن خلاص مش مقصود بيه ان انا ببحث عن خلاص، انا مقصود بيه احنا عندنا ظاهرة اسمها البحث عن خلاص، نعم. فانا بدرس ظاهرة البحث عن خلاص دي إيه؟ كظاهرة موجودة، نعم. فانه في حل نهائي اللي هو كذا، انه ما فيش ادراك لانه احنا ان الحداثة دي مسار، وان احنا قطعنا فيه شوط وما زال امامنا شوط، والمتاعب اللي شفناها دي طبيعية، وهنشوف متاعب اخرى في المستقبل، وان ده هو ده المسار الطبيعي لانتقال اي مجتمع للحداثة عبر سنين طويل او يعني عقود وقرون. لكن الايديولوجيات السائده اللي هي الرؤيه الوطنيه والرؤيه الاسلاميه بتشوف الموضوع ان في خلاص، يعني ان احنا لو وصلنا للهويه الخالصه سواء الوطنيه او الاسلاميه هنبقى كده ايه، تحققنا وكل حاجه هتبقى كويسه، وهنبقى دوله متقدمه وقد نسود العالم وكل هذا الكلام. فانا بنتقد فكره البحث عن خلاص، ولكن انا ماني شايفها ان دي ناس غلطانه، يعني بمعنى ناس قليل الذكاء، وانا هقول لهم ان لا انتوا تعرفوا الحاجه الصح لان انا اللي فاهم الموضوع وذكي، لا اصلا ان البحث عن خلاص هي ظاهره موضوعيه بتنشا عن هذه الصراعات المرتبطه بالحداثه، يعني هي ناتجه عن الصراعات المرتبطه بالحداثه، وبالتالي فهي ظاهره قابله للدراسه، وبالتالي فهي بمعنى مشروع، يعني بمعنى ان هي نتاج طبيعي، ولكن أنا الأوان إن إحنا نتجاوزها ولو بالتدريج. هو معك أنا في هذا الكلام، إنه هو المسألة ليست بالسهولة، والإنسان دائما هو في مأزق وفي أزمة، الإنسان والمجتمع طبعا اللي هو جزء من أي مجتمع، لكن هي مسألة خلاص هي أقرب إلى الفكرة الدينية ليس إلى فكرة الدولة الحديثة. فيبدو أن مجتمعاتنا ما زالت متمسكة بهذه الفكرة باعتبار إنه خلاص هو كيف أن تتق الله، أن تؤمن بالغيب، أن تصلي، أن تؤدي الفرائض. لكن لحد الآن مفهوم الدولة الحديثة لحد الآن غير مفهوم بالنسبة للمواطن العادي. وهذا ما نسأل، يعني هذا سؤال، لماذا هو غير الدولة الحديثة غير مفهومة بالنسبة للمواطن، ولا صحة كلمة مواطن اللي هي لها علاقة بمفاهيم مفهوم الدولة الحديثة أو المؤمن. فكيف لنا أن نفهم سر صعوبة تفهم فكرة الدولة الحديثة وأيضا مفهوم القانون الذي تسير عليه هذه الدولة؟
لماذا هذا الضغط في هذه المسألة؟ يعني أنا شايف إن المسألة مش حدية بهذا الشكل، يعني الناس اللي عايشين في الدول اللي فيها دي من أو غيرهم هم متأثرين شو أو أبو في عقليتهم نفسها بمنطق الدولة، هم عندهم مشكلة معاها. بس على فكرة الظاهرة دي عالمية، يعني لن تجد شعبا لا يشكو من بيروقراطية الدولة. يعني انا شوف يعني الناس الامريكان بيشتكوا من الدوله، الفرنسيين بيشتكوا من بيروقراطيه الدوله، قالت الدوله الصماء اللي قايمه على الفورمز او النماذج اللي بتملاها واللي حسب اللي مكتوب في النموذج هيحصل كذا او هيحصل كذا، شيء جامد ودايما الناس عندهم مشكله معاه. وبيبقى في احيانا كتير بيبقى جزء كبير من الجمهور مش فاهم ليه لازم يعمل كل الكلام ده، لكن بيعمله التزاما بان هو ده علشان خاطر تقضي المصلحه بتاعتك لابد ان انت تستوفي اشياء معينه. فدايما هو في يعني الى حد ما في مشكله دايما موجوده مع الاليات الحديثه. طبعا الاليات هنا فانا متهيألي ان برضو العقليه اللي موجوده عندنا ليست يعني عشائريه مثلا ودينيه بالكامل، والا ما كان مثلا ما كانت اتحلت. يعني لو احنا عندنا الجمهور هو عشائري وديني بالكامل، فلماذا تواجه الجماعات الإسلامية مشاكل؟ لماذا لم تقم في لحظة واحدة إمبراطوريتها أو دولتها هنا أو هناك؟ دايما في مشكلة، في مشكلة لأنه هم لأن ليه دايما هم بيتهموا بالناس إن هم مش مؤمنين بما يكفي، إن هم مش على مش مواليين لنموذج الدولة الإسلامية زي ما هم بيطرحوا، لأن النموذج ده في الحقيقة مش في هم عندهم على مستوى شعاراتي، عند الجمهور على مستوى شعاراتي أو أفكار أو حنين أو مشاعر، ولكن الجمهور ده في حياته اليومية نفسها هو متكيف بدرجة كبيرة برضه مع الدولة الحديثة وعنده مشاكل معها برضه. وعندما نجي الآن أن تتناول موضوع الثورة، ثورة 2011 وبعد ذلك ثورة على مرسي، فلا ألاحظ أنا عندما أتجول في القاهرة أجد أن الإسلام موجود بشكل مكثف جدا، ولأن الناس مرتبطين روحيا ويوميا ولحظيا بهذا الدين وأشكال هذا الدين من خلال تراتيل وقرآن وآيات وصلوات وعملية مستمرة. في الوقت نفسه عندما أراجع ثورة مصريين على مرسي هي تطلع ثورة ضد الإسلاميين، فكيف أقارن بين الأمرين؟ يعني هما هنالك صراع بين الوطنية، بين الفكرة الوطنية والفكرة الإسلامية، لكن هذا الصراع كيف، ما هي هذه الخلطة؟ كيف تثور على الإسلاميين وأنت في الوقت نفسه إسلامي أو مؤمن بالإسلام أو كل تعاليم الإسلام؟ ما هذا اللي يجعلنا ما أفهم لماذا قام المصريين بالثورة اللي ازاحه مرسي وتحجيم السلفيين وتراجع شعبيتهم، يعني ازاحه اسلاميين وابقاء اسلاميه اخرى، فاين الوطنيه؟ الوطنيه ما هي ده يعني هاي المعادله صعبه، الموضوع ما افهمها. الموضوع متبس، لو انت عايز ان الناس تمشي وفقا لمبدا واحد فيو يطبقوه بطريقة سيستماتيك، أولا لو عايزين نطبقوه بطريقة سيستماتيك الإسلاميين نفسهم هيختلفوا مع بعض حوالين ما هو التطبيق الصحيح طبعا، فمفيش تطبيق معين صحيح للإسلام، تاريخ كله هيك بالظبط. فالناس برضو فاهمين الإسلام بطرق مختلفة عديدة، مش بالضرورة إن هم ممكن يثقوا في الإسلاميين قبل ما يجربوهم في السلطة، لأنه هو الإسلاميين بالنسبة لهم ناس طيبين، ناس بيدوهم زيت وسكر بركة. بيفرحوا انما في ناس كتير جدا مثلا من اللي هي بتشغل القرآن بتعامل مع الاسلام بصفته بركة، صلة بالسماء، شيء ربع صوفي اكيد او شيء من هذا القبيل. يعني هو مش بيقعد يسمع بالظبط كل الكلام اللي بيتقال، يعني لا طبعا، لان هو ممكن تلاقيه مثلا في نفس الوقت بيتكلم معاك وبشغل القرآن ويعمل مثلا بيشغله في الدكانة وبيبيع ويشتري ويحاسب وبتاع ويتكلم، لكن عندما يأتي الجد والإسلام يكون هو الحاكم فهو دي علاقته بالإسلام دي لا تتضمن بالضرورة خالص انه يجيب إسلاميين،
ولكن هو كان بيثق في الإسلاميين عشان هم رافعين شعار الإسلام، ولأن هم ناس طيبين وبيساعدوا الفقراء وما إلى ذلك. ولكن اتضح بالتجربة بالنسبة لهم هم إن لا، إن دي عبارة عن طائفة عندها مفاهيم خاصة بيها وعايزة تفرضها على كل الناس، وعايزة إن هم يتسيدوا على الناس في الحارات وفي الأحياء وفي القرى وفي نعم دواوين الدولة. وبالتالي بقى في نوع من التموج، وفي بالإضافة إن هم فشلوا، فكل ده أدى إلى إنه الناس يعني تصور ضدهم، ولا إحنا مش عايزين الفئة المختارة دي اللي هي فاكرة نفسها يعني أصل هم كأنهم تجسيد للنبوة. يعني هنا بقى في عادي، بقى في مسلم عادي، وفي النبوة اللي هي تنظيم الإخوة صح يعني. فلا احنا مش عايزين هذا النبي، احنا عندنا اسلام اوريدي يعني. اللي بتاعه يعني عندنا في، احنا سمعنا عن الموضوع عن النبي قبل كده واحنا تبع النبي، لا لكن انتوا مش النبي. انا ما النبي مفتاحي مختلف. المهم هو، لكن هي الفكره وين؟ يعني عندما انت تشعر بهذا المواطن، ما هي المؤثرات التي او الجهات التي اثرت على هذا المواطن؟ انا كما اتذكر او كما تحدثت عنها في كتابك، انه كان هناك ضغط اعلامي كبير جدا موجه ضد الاسلاميين، وهذا هو اللي اعتقد واحده من الاسباب اللي اثرت على المسلمين. طبعا كان في ضغط اعلامي، بس لماذا استجابوا ليه؟ يعني نعم احنا، ما هو في الاخر انت ممكن توجه رساله اعلاميه قويه جدا فتقابل بقدر كبير جدا من التجاهل. نعم ممكن والناس ما، عشان كده لما تشوف موضوع تلاقي ان المساله تمت بالتدريج. يعني مش اول ما مرسي تولى السلطه الناس صارت عليه، ابتدى الصدامات مع العلمانيين مثلا والليبراليين، كل اللي بيسموه معسكر الثوره الديمقراطيه يعني، مثلا في اكتوبر يعني بعد 3 اشهر او حاجه من تواليه يونيو ويوليو واغسطس، اكتوبر يعني نعم بعد 15 اشهر. نعم وبعدين بعد كده ابتدى الموضوع يزيد، وبعدين ابتدى يحصل صدامات في الاحياء وفي المحافظات وغيرها، وبعدين ابتدى يبقى فيه مساعدة من قبل كما يقال يعني، وإن كان أنا ما كنتش تحتيه وثائق بهذا الموضوع، إن كان فيه بعض أجهزة الدولة اللي أيضا يعني تذمرت من سلوك الإسلامي فابتدت تساعد التمردات دي. ومن هنا ظهرت حركة يعني عملية حشد منظمة من خلال جمع توقيعات من أجل انتخابات رئاسية مبكرة، اللي هي حركة التمرد. حركة التمرد كانت الناس متحمسة وتعملها بنفسها، والقطاعات من الاعلام تشجعت بقطاعات الدوله دي وابتدت تهاجم الاسلاميين وهم في السلطه، وخاصه ان كتير منهم كانوا متعاطفين مع الثوره بالمعنى الديمقراطي ليها. يعني في مشكله ان الاسلاميين لم يكونوا مسيطرين تماما على المجتمع كاسلاميين. الاسلام في كل حته، ولكن كاسلاميين كبرنامج سياسي اسلامي لا، ما كانش عندهم هذه السيطره الايديولوجيه في المجتمع. وعشان كده في الانتخابات الاولى لما مرسي اخذ اقل من ربع الاصوات، لما كان فيه مرشحين كتير هو خد اكتر حاجه بسيطه، خد 51% من الاصوات في انتخابات الاعاده ما بينه وبين شفيع حد تاني فرق بسيط. شفيق. لكن ايام لما في المرحله الاولى لما كانوا مرشحين كتير هو اخذ اقل من ربع الاصوات، نعم لا لا بسبب فهو ده ليس كان، حبا هو ده كان ثقه، ربما هو ده ليس كان حبا ثقه. في مرسي انما كره في هم ما كان يعني ما كانوش مسيطرين على صح الجو يعني، طبعا. مش لا انت شو يعني بالكتاب كيف رأيت مستقبل هذا الصراع بين الوطني والإسلامي؟ يعني أنا شايف إنه الصراع ما بين الوطني والإسلامي هو بيصب في دائما وبانتظام لصالح الفكر الوطني. ليه؟ لأنه ده مسار التاريخ يعني، هو دي المشكلة، ليها علاقة بتكوين طبيعة تكوين الدولة نفسها. يعني الدولة الحديثة نفسها لا تحتمل ما يفعله هؤلاء يعني أو البرنامج بتاعهم يعني. وإحنا شايفين مثلا في تجارب كتير ما اتعملت، كانوا اتعملت في حتت تانية كتير الفكره دي، وصلوا السلطه فعلا وحكموا، ولكن في النهايه يعني هو بيواجه قدر كبير من طاقه الدوله لقمع الاخرين. يعني هو قدرته على انه يعني لانه مش مفتوح يعني، الدوله الوطنيه لازم يبقى جهاز الدوله اللي هو بيسيطر على الاوضاع العامه كلها، ده لازم يبقى مفتوح لدخول الناس، ما يبقاش في مبدئيا ان في قطاعات كبيره من الناس ممنوعه من انها تدخل وتترقى فيه.
هما بيكلموا حوالين لا في دولة إسلامية هيحكموها المسلمين يعني. الآخر مرفوع. فالآخر مرفوض أو يبقى في المناصب الصغيرة أو حاجات زي كده، وإن هما هيفرضوا عليهم كمان تشريعات خاصة بيهم، وعملوا الدستور بتاعهم للنكهة الإسلامية، وابتدوا كمان إن يعملوا يعني الدستور كان فيه شيء أصلا تخريبي للدولة، لأنه كان بيقول إن القضاء كان ممكن يحكم بالشريعة مباشرة، يعني قبل ما نقنن الشريعة أنا ممكن كقاضي إسلامي أحكم وأنحي قانون جنيمة فكده يعني ده. هو بالنتيجة احنا لا عدنا دولة، هذا نتيجة السرعة، انه كما تعلم لم تتشكل الدولة الحديثة بمعاييرها الصحيحة لحد الآن، ولا تشكلت الدولة الإسلامية الموعودة، فاحنا بحالتين ضائعين. احنا في حالة انتقال، ما هو ده ايه حصل في العالم كله يعني. يعني ما فيش اي مكان في الدنيا الناس نامت فيه في العصور الوسطى صحيت لقت نفسها في دولة لا حديثة، ما بس وكان التعليمات في حروب وبتاع وكان في مشاكل لكن التجربة ولو انت كان الصينية حتى التجربة مثلا اذا انفقت كمية مناسبة من الدماء تستطيع ان تعجل طبعا بالانتقال، ايه زي مثلا في التجربة الصينية، في التجربة السوفيتية، حتى الى حد ما في فرنسا، حتى بقى بعد الثوره الفرنسيه بعد كده رجعت عوده الملكيه، ووصلنا لانه كان في مثلا قضيه دريفوس لا في بدايه في اواخر القرن ال 19 ألف يعني في مثلا في الفرنسية فرنسا، رغم ان فرنسا ريفولوشن حصلت فيها ثوره، ولكن بعد الثوره بمده طويله يعني كان ما زال التيار الديني قوي، واستطاعوا ان هم يلفقوا لضابط يهودي تهمة تخابر مع الألمان اللي هم أعداء فرنسا، يعني شوف المزج هنا ما بين القومية والدين يعني. فالجيش بالكنيسة الكاثوليكية مش عارف إيه حصلت توطؤات من النوع ده، وإثارة فكرة بقى والمظاهرات تنزل الموت لليهود وشغل طائفية يعني، وكل الكلام ده كان في بعد قرن من الثورة الفرنسية، طبعا فهو لم يحدث قرن كامل لانه كان في 1800 حاجه و90، فاللي هو يعني هي برضو قرن حتى 10 سنين هو من 1905 أقرت الألمانية 1905 او إيه؟ 1908، والقانون موجود ليه؟ ما هو القانون نعم علشان في قوه تانيه ممكن نعم تقاوم الكلام ده، وما زال في اوساط محافظه في فرنسا وما الى ذلك. يعني هي المساله ما هياش اول مره، هي عمليه رهيبه، واحنا شفنا مثلا بتاعت زي طرد طبعا واعدموا وقبل كده اصلا شفنا الاصلاح الديني الى اي حد يعني ادى الى كوارث كبرى، في يعني حوالي ربع السكان ماتوا إيه في لا اوروبا الغربيه، بألمانيا تقريبا نصف فاحنا بنتكلم عن يعني كارثه عظمى. كل ما فعلته الحركه الاسلاميه منذ ظهرت الى الان من كوارث ومذابح بما في ذلك داعش، إيه طبعا يعني اقل مما حدث في الاصلاح الديني الاوروبي، هو ده الاصلاح الديني. الناس بتتعامل مع الاصلاح الديني بمعنى اللي هو التسامح الديني، في خلط ما بين مصطلحين، التسامح الديني اللي هو احنا عندنا برضو تقوى وايمان وكل حاجه، ولكن نتحمل بعضنا البعض، احنا من اديان ايه مختلفه، او نتحمل الناس اللي بيقولوا احنا مش من اي دين. هي تسامح فكرة يعني فكره عظيمه بالنسبه للاقتتال الديني، ايه ولكن عظيمة لكنها ايضا الاصلاح الديني كان في الحقيقه كان زي بروسسر الاصوليه كده، ايه اللي هي العوده الى صحيح الدين وتكفير الكنيسه الكاثوليكيه لانها منحرفه عن صحيح الدين، نعم وكانت حرب ما بين مؤمنين قصاد هنا مؤمنين، ومؤمنين ودول مكفرين دول ودول مكفرين دول، يعني هي كانت العمليه داعشيه. يعني الناس طبعا فاكره الاصلاح الديني ده هو التسامح الديني، لا التسامح الديني ده مرحله لاحقه بعد ما انهكت كل الاطراف في الاصلاح الديني. لكن هي هذا الاصلاح الديني لحد الان مجتمعاتنا، انا لا استطيع ان اقارن الاصلاح الديني في العالم الغربي، وانا وافترض بوجود اصلاح ديني مماثل وجرت بعد ذلك سبب حروب، ما حصل مع داعش برايي لم يؤدي الى اصلاح بحقيقه، لاننا ما زلنا في المنطقه الدينيه، هذا رايي يعني. لم نخرج من المنطقه الدينيه، وهناك تجارب لنشوء دوله حديثه، بعد لكنها لم تزل فكر، هذا قصدي. انا دايما برجع الفضاء في كله ديني بعد ما زال الفضاء فضل ديني بعد
انتهاء الحروب، نعم ولكن بقى في نوع من التقبل، يعني هتقبل هنا أم وجودك، هناك يعني في انا الغرب؟ في الغرب، أيه. يعني تقبل وجودك مش معنى كده. وفضلت مثلا فرنسا كاثوليكيه، وبعد كده لويس الرابع عشر الغى مرسوم التسامح، نعم واضطهد مره اخرى البروتستانت في فرنسا بعد كل ما انتهت الحروب الدينيه دي باكثر من قرن. ده في القرن 18 حدث هذا الكلام، نعم يعني لويس الرابع عشر ده كان في القرن 18 لغى مرسوم سابق للتسامح كان اتعمل في فرنسا، أيه. وابتدى يضطهد البروتستانت مجددا. المانيا كان مسارها احسن يمكن لانها كانت دفعت ثمن افظع، فظيع يعني. فكانت ابتدت يعني ما حصل لهاش حاجه بالبشاعه دي قبل كده، وكمان لانها كانت مجزأة ما كانتش موحده، فكان في امارات كاثوليكيه وامارات يعني بروتستانتيه، وكل واحد 80 بقى إمارة كان يمكن، 80 واحدة. فكان الكاثوليك في اماراتهم والبروتستانت في اماراتهم. فهي برضه يعني تغير افكار الناس واندماجهم في الحداثه والكلام، دي مساله بتاخد اجيال بالضروره، طبعا لانه الناس ما بت يعني بيصعب عليها انها تغير بيت اللي ساكنه فيه، لا هذا فما مفهوم. بالك في ان انت تغير افكارك، يعني انت هتغير، هتاخد عفشك زي ما هو، او يعني اللي هي الموبيليا وهدومك، وهتنتقل لمكان جديد، حد ده في حد ذاته صعب، يعني انت ما غيرتش كل حاجه، انت هذا غيرت حاجه مفهوم بسيطه بس. مفهوم، لكن عشان هي هو ستعاني اذا غير طبيعي، اذا انتقل من مكان من بيتي الى فندق مثلا، لانه بحال السفر، بالظبط بس بدي ارجع للبيت وارجع امي. بدك ترجع للبيت. ولو انت مثلا في جاكيت معين بتحبه هذا ثم نعم بلا من كثره ايه الاستعمال بتبقى زعلان انت هترميه، لانه خلاص ما ينفعش عزيز تلبسه، بس هو يعني عزيز عشرة يعني عشرة يعني. عشره. بشوف موضوع صغير قد ايه بيبقى برضه مؤثر في نفسيه لكن الانسان. المشكلة وين؟ يعني عندما نتحدث عن هنالك عملية تراتبية، يعني العالم الغربي استمر وبدأ الانفصال بين العالم القديم، تصور قديم وتصور جديد واضح مع الزمن. احنا بالعكس، يعني عندما تراقب بالأربعينات خمسينات، كانت هناك رغبة بتقديم صورة جديدة، بناء دولة حديثة ممتازة، ومعالمها موجودة، مدارس، وزارات، معالم دولة، إنشاء دولة حديثة موجودة وبارزة في كل مكان. اللي حدث عقدين الأخيرين أنا أعتبره نكوص، محاولة للعودة إلى النموذج الديني الأصولي المتشدد الذي يبني دولته الخاصة. هذا أين نجده في الكتاب؟ أنا أعتقد أن الجواب، الجواب هذا السؤال يعني. تفسير هذا الموضوع أنه لما نيجي نتكلم عن التقدم لازم نتكلم عن تقدم البشرية، تقدم الإنسان نفسه، نعم كويس؟ هو ده التقدم الحقيقي، يعني حتى التقدم التكنولوجي، عشان يبقى فيه تقدم تكنولوجي لازم يبقى فيه واحد يعرف يتعامل مع الآلة. طبعا لا، ما إيه أهمية الآلة إذا كنت أنت مش هتعرف تعمل بيها حاجة؟ يعني ماذا لو أنا جبت لك آلة تصوير معقدة هي كفاءتها عظيمه جدا، بس انت مش عارف هي بتشتغل ازاي، لازم انت نفسك تكون على مستوى الاله. فهي الفكره هي التقدم وتقدم الانسان نفسه. فاللي بيحصل ايه؟ احنا مثلا هنشوف في تاريخ اوروبا برضو، انا برجع اضرب بيه لان عشان انا مش عايز احس ان احنا عندنا عقده، يعني احنا صنف غلط من الناس يعني. هو احنا خارج ايوه يعني نوع تاني غير الهومو سيبيانز يعني. لا وانا بصراحة، بصراحة انا شفت يعني. انا صار عندي شيء، انا الظاهر انا الطينة، الطينة الاسلامية الطينة مختلفة. يعني لما تشوف مثلا في عصر النهضة في ايطاليا لما ظهر الفن الحديث والافكار الجميلة الحديثة واستعادة الروح بتاعت المدنية الرومانية واليونانية، نعم واحياء بقى الافكار بتاعت افلاطون وما الى ذلك، إيه؟ وبعدين يجي بعد كده مارتن لوثر ومش عارف مين وينزلوا في بعض الطحن طيب طيب الدين ويطيروا ربع سكان اوروبا. إيه؟ انت ممكن تعتبر ده نكوص. طبعا ده احنا كان عندنا حاجه عظيمه جدا في عصر النهضه، وبعدين جه بعديها عصر اطاح بكل ذلك. انا مش شايف الموضوع كده. ليه بقى؟ ليه؟ لانه عصر النهضه حط اسس فكريه وحط يعني شاور على مسار للتطور، ولكن لمجموعه محدوده من الناس. يعني النموذج لم يكن يستطيع ان يلتحم به غير طبقات عليا وطبقات وسطى مستريحه واشياء من هذا القبيل. نعم انما علشان خاطر يدخل كل الناس الاخرين في النظام ده هيتم بدماء وصراعات
وردود فعل وانتكاسات وده طبيعة الأمور. يعني حتى مثلا في عندنا هنا لما نيجي نتكلم عن نهضة مصر، كانت مثلا في الفترة الملكية والخديوية كان يعني نشوف الوضع، كان فيه تقدم وتحسن، فيه مدارس حديثة أكثر كفاءة من دلوقتي، وكان فيه مثلا الناس بتلبس براحتها في المدينة، والمرأة تحررت بعد ثورة 19 وقلعت البرقع ايه وهكذا، وابتدت تخش الجرمانة دي التعليم عادة عامة بدأ. وابتدوا يشتغلوا صحيح على مستوى قليل، بس ده لمين؟ دول كام في المية من سكان مصر؟ ده كان عدد قليل. لما جت مثلا الفترة المصرية وبعدين ابتدت تزود نشر التعليم وتفتح الفرص ومش عارف ايه الصار والكلام الفتاح ده، اكثر. حصل ايه؟ حصل ان ابناء الريف والمدن الصغيره دخلوا. بيتم ادماجهم في النظام الحديث، نعم. فلما بيجوا ما هم بيجوش خام كده، ما همش طبعا. خام بتشكلهم زي ما انت عايز، فبيتلقفهم التيار الديني، بيحسوا براحه اكتر مع التيار الديني، لأنه هو متعود عليهم. فيبتدوا بيتاثروا في حاجات زي الاخوان المسلمين او الجمعيه الشرعيه او الجامعات نفس اللي الصوفيه صار او عندنا اي بالعراق حاجه. والله من الدول العربية. وبالتالي لحد بقى ما يتأقلموا على الفكرة المدنية وتحولوا نفسهم لحديثين زي ما معنى حصل قبل كده وبتاع، لازم تمر أزمة. معنى يعني النظام الحديث إن أنت عايز إيه؟ هل أنت عايز البشر يخشوا النظام الحديث، ولا أنت عايز أيقونة حديثة تتفرج عليها ايه بيشارك فيها مثلا نص مليون واحد من 15 مليون اللي كانوا عايشين في مصر؟ هو الفكره انه يبدو ان الدوله الحديثه او شروط الدوله الحديثه او مظاهر الدوله الحديثه فرضت على مجتمعاتنا فجاه كما قلت انت، والان احنا في هذه الازمه، لا نحن منغمسون في هذه المساله بشكل شاد هي فرض، وواعي هي في كل مكان فرضت بما في ذلك في كل اوروبا. مكان، لانه لا تستطيع الان ان امال هي ليه دايما كان في ملكيه مستبده قبل فكره حكم الشعب؟ لماذا بدات الحداثه بالملكيه المستبده؟ نعم هو لويس الرابع عشر ده كان راجل ديمقراطي يعني، لا ده كان بيقول لتقاسم وانا الدوله. انا ده هو انا بتاع كله انا الدوله. يعني ما هي الدوله؟ الدوله هي لويس الرابع عشر. بس الدين هو يقول نفسه ولكن الراجل ده الدين يقول انا الله كان بينشر انا الدولة المركزية الحديثة على حسب سلطة النبلاء، وهو التمهيد الحقيقي للثورة الفرنسية في النهاية، طبعا لا ثورة فرنسية بدون لويس الرابع عشر. هو فاحنا اصلا لازم نشوف التاريخ في تطوره المعقد اللي هو ممكن نسميه الجدلي مثلا، نعم. اللي هو انه لا، انت علشان ظاهرة جديدة تنتشر وتضم ملايين من البشر، هؤلاء الملايين من البشر علشان يدخلوا هيبقى ليهم ردود افعال، وهتحصل انتكاسات وهتحصل حروب وهتحصل مشاكل، الى انه بعد كده يتم استيعابهم في النظام الجديد، لانه وفعلا بيتم استيعابهم. يعني صحيح مستوى التعليم دلوقتي اقل، ولكن بيضم عدد كبير جدا من الناس، فمستوى الاميه تراجع يعني، وهكذا عدد الستات اللي بيشتغلوا في الشارع بالحجاب اللي بيشتغلوا هو صار وهم اصلا بالحجاب اكبر بكتير جدا من اللي كان يا لا موجود ايام الوضع الجميل اللي بنشوفه في الافلام الابيض والاسود بتاع العصر طبعا الملكي، اللي هو كان فيه ستات اكثر اناقه ومتحررات اكثر صح، في لكن لبسهم وما بالحقيقة الى الحجاب ذلك، اصبح ولكن هم كانوا قد جواز ايه؟ مرور للعمل، بالظبط، جواز جواز مرور مرور خروج للعمل ايه والخروج والتفاعل بتاع. فهي لازم نتقبل التعقيد ده، لانه والا نتحول ان احنا في الحقيقه مضويين برضو. هنقعد نقول ده اين كان العصر الذهبي بتاع الاربعينات الذي ذهب ادراج اي الرياح هاي انك بسبب هؤلاء الاسلاميين الجبناء يطلعوا لك على الذين نفسك اتوا من لا شيء. دول الجو فرضه ونفسهم كانما احنا جايين من ايوه احنا هو جايين يطلعوا لك من صور هاي المني جوب ولا هيك والنسوان ايام الخريجات كلية الطب لا شوفوا شوفوا ما فيش ولا والمدرسة واحد الثانوية ايه بتاعت البنات اللي كانت كلها لبس اخر لابسين موديل لبس جميل ايه طالعة وبيلعبوا طالعة رياضة، واللي بيلبسوا لبس رياضي ايه بالشورت وبتاع عشان بيلعبوا رياضة. شوفوا 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 بس صحيح. هذه هي تبقى حتى انا ذكر في بغداد مش كل مكان يعني اماكن فقط المدن الكبيرة، لكن بقت المدن الصغيرة حجاب منتشر ونادرا لما تشوف واحدة لابسة دون حجاب، فصار يعني لكن القضية الإسلامية حولوها مسألة الحجاب تحولت إلى شكل ورمز للسلطة الإسلامية. بالضبط. هنا الموضوع أنا أقصد بأنه التخلف حدث يعني حتى نرجع لأوروبا عندما نجيب مثال جاليليو عندما تشوف أنه إيطاليا تخلفت كثيرا بعد جاليليو بعد محاكمته، صحيح هو قدم هو مؤسس العلم الحديث بصراحة
وتلقفوا الآخرين كتابه وكتبه أكيد، ونيوتن بنى ومنهجيته، عليه وهكذا. لكن بعد اعتقاله وفرض الإقامة الجبرية عليه، إيطاليا لم تقدم أي اسم. لاحظها الفرق. إحنا الآن نفس الفكرة، عندما تجد أسماء جيدة مثل طه حسين، كوكب من المفكرين والكتاب والناس طامحين بأن يقدمون فكر تنويري مختلف. الآن النفوس كبير جدا. هذا المحور يؤدينا إلى سؤال، ولماذا كتابك لم يقرأ جيدا؟ أنا هذا رأيي، أنه لأنه يبدو أن التخلف وصل إلى درجة كبيرة جدا، وهيمنت الرؤية الدينية للعالم ما زالت أصبحت أقوى من السابق. أنا يعني طبعا أنا أشكرك جدا على، ويعني وسعيد للغاية بأن الكتاب يعني عجبك، ولكن أنا في تقديري أن الكتاب أصعب من أنه يتم التعامل معاه بسهولة. يعني هو مش كتاب تاريخ عادي، بمعنى نعم، هو مش بيحكي هو حكاية. نقدي، كتاب نقدي. كتاب مليء بمناقشة مصطلحات ومفاهيم وذلك من حين لآخر يعني، وحتى لما بتناول بيتناوله بشكل تحليلي نعم، الأطر العامة لحركة تاريخ مصر الحديث. وده طبعا كان ضروري، لأن عشان أحط في كتاب واحد تاريخ مصر الحديث، يعني لو هحكي تاريخ مصر الحديث بالتفصيل هحتاج مجلدات. طبعا فإنما اللي هنا كان الفكرة هو إشارة للتحولات، فهو له طابع تحليلي فهو صعب إلى حد ما. وبعدين هو ما بيستجبش لأي من الخطابين الأساسيين، لا الخطاب الإسلامي هاي أم ولا الخطاب بتاع ان مصر هي طول عمرها امه من قديم الازل، وان هي بس كانت في غفوه ثم قامت. ويعني الفكر الاسطوري برضو ما عبارة. بيستجبش للفكر الاسطوري بتاع النزعه المصريه. فاعتقد انه ودول يعني النزعتين الكبار، وان كان طبعا ده اقرب للنزعه الوطنيه من الاسلاميه الكتاب يعني. نعم، فمن الطبيعي ان هو يعني الى حد ما يبقاش، ما يعني اعرفش، انا بحاول افسر، انا مش عارف بالظبط يعني، دي اجتهادات. ايه، لا انت سميت تقول هذا سميت تقول هناك صراع بين اثنين، وهذا خطاب الذي او الذي ياتي من خارجهما يبدو لا له ما لا معنى له. لا معنى له، هو خارج القياسات احنا ب... والسياقات. اه احنا انا اه إيه انا اشوف عندك حوارات مع اه اسماء لها علاقه بالتنوير، لكن ايضا يعانون في فهمك، في فهم خطابك، وهذا انا اعرف السبب، يعني اتمنى انت تفسره. انا مش عارف اي حد. هو طبعا هي اصل هي في مشكله كمان، انه في العقد او العقدين اللي فاتوا، في العقد اللي فات اساسا بعد الثوره نعم، بالذات، تبلور يعني نوع، لا وله اصول من قبل كده، اللي هو تبلور تيار ليبرالي مبني على اسس مجموعه من المبادئ. ف وهذا التيار هو عنده مسطره بيقيس عليها ما هو صحيح وما هو خطأ. نعم، فماذا مدى اتفاقه مع قيم الديمقراطية، مدى اتفاق الشيء الفلاني أو الاتجاه الفلاني أو التيار الفلاني أو التفسير الفلاني مع حقوق الإنسان. وبالتالي في مشكلة طول الوقت في يعني في التعامل مع التاريخ، يعني في ميل التعامل مع التاريخ على إن إحنا بنحكم على التاريخ. فمن هنا مفيش ده، عشان كده ونظرا لأن يعني التيار ده كبير جوه التيار الحداثي المصري، فهو ما عنده مشكلة في التعامل مع التاريخ بطريقة معقدة أو واقعية، لأنه بيكتفي بأنه يحكم عليه. يعني فيقول إن إحنا صلاح الدين، ولكن إحنا محمد عبده كذا، ولكن مش عارف مين، وهكذا. يعني بنصنف الناس لناس معانا وناس علينا حسب ما اقترابهم او ابتعادهم من المعيار اللي احنا حاطينه. ويبقى التحليل في الاطور ده، احنا تعالى نحلل فلان، فيبقى في ناس شايفه مثلا ان محمد عبده لا، بالعكس اللي عبده تقدمي، في ناس شايفه بالعكس ان محمد عبده لا، ده هو ده اللي حسن البنا، فهو يعتبر هو راجل اصولي وسيء يعني، وهكذا. فالنقاش بيبقى في الحدود دي، مدى الاقتراب من المعيار. انا مش شايف الموضوع ان احنا كده، ان الاقتراب من المعيار يشمل الابتعاد عنه، لانه الحركه التاريخيه معقده وفيها ردود افعال. انا اتفق معك، وكل تفصيل من تفاصيل واقعنا هو في تعقيدات لا اول لها ولا اخر،
لكن يبقى السؤال الأساسي أنه أنت لماذا هنالك حاجز بين الدولة عن أنت وضعت صراع من نمط النمط صراع إسلامي مع صراع الهوية الوطنية، لكن الصراع التنويري أين؟ التنويري لا مكان له بينهما، كان يفترض أن الوطنية المشروع الوطني يحتوي أو ينضم أو يحتفي بالخطاب التنويري، وهذا المفروض، لكن أنا ماذا رأينا؟ رأينا العكس، إلا في حالات لا أعتقد بأنها حالات كبيرة ومهمة، مثلا جعلوا طه حسين مثلا وزيرا، ولكن بعد ذلك يعني بقى الخطاب التقليدي المحافظ داخل الدولة نفسها، أو الذي يدعي الوطنية هو بداخله أيضا شبه منخور بالخطاب التقليدي. واحنا لو شفنا الخطاب التقليدي نفسه هنلاقيه مش تقليدي، لان مثلا لو مسكنا اديك مثلا، يعني مثلا لما اصدر قاسم امين كتابه الشهير تحرير المرأة 1902، يعني في بداية القرن العشرين، اتهم بالكفر والزندقة وقالوله هات مراتك واشياء وسخة من هذا القبيل، ودايوس بقى وحاجات من النوع ده. وإيه هو إيه اللي الراجل كان كاتبه في الكتاب؟ قال إن الست تتعلم وإنها في حالة الحاجة تستطيع أن تعمل بس، وما قالش الحجاب يعني إن هي بمعنى إن هي تمشي سافرة بالمصالح الحديث، إنما إن هي تخرج من بيتها. ما هو الحجاب هو الحجز في المنزل طبعا، يعني المرأة في بيتها بالضبط. فهو الراجل ده من أول القرن 19 ففاهم. الآن الموضوع الآن الإسلاميين نفسهم يعني رزعتهم المحافظة بتقبل الكثير مما يتجاوز قاسم أمين نفسه، أي لكن يعني أنا تقبل دلوقتي أن المرأة تعمل من غير ما يكون في حاجة، يعني مش لازم أن البيت محتاج لشغلها فتشتغل، لا ممكن تشتغل من غير ما يكون البيت محتاج لشغلها، أن المرأة تقدر تتحرك بشكل أكتر وممكن يعني بيقبلوا مثلا انه ممكن المرأة تسافر بلاد، يعني في ده اللي هو ده احنا بنتكلم عن المحافظين. فاحنا لما نيجي نتكلم النهارده عن القوى المحافظه فهي محافظه بالنسبه لمتطلباتنا النهارده، فهي بتشكل عائق، ولكن هذا العائق مش هو اللي كان موجود في بدايه القرن قبل كده. نختلف الوضع اختلف الوضع بالكامل، وايضا الحداثه او منتجات الحداثه فرضت نفسها على فرضت نفسها عليهم اكثر. وبالعكس ده هما مثلا هتلاقي في الجامعه منقبات، يعني طب ما تقر في بيوتها، لا مش بتقر في بيوتها بتيجي، قال له لا روحي اقعدي في البيت بقى ما اصل انت منقبه، لا ده يعني هي في النهايه العمليه معقده. من ناحيه ثانيه موقف الدوله بقى، موقف الدوله انا تعقيد، لان موضوع التنوير وكل ما الى ذلك هو نقطه في الحسابات السياسيه وليس هو الحساب السياسي. الحساب السياسي حساب أكثر تعقيدا من إن هو يختزل في هذا المبدأ مقابل هذا المبدأ. طبعا هو وزير السياسة وزير تلك السياسة. إنما بيبقى فيه اللي يعتقد إنه لا إحنا عايزين نعمل تحكيم للفكرة الأصولية الإسلامية، ولكن إحنا مع الأغلبية. كما برضو وهكذا. والتطور دون عادي جدا برضو على فكرة، احنا ما احناش صنف غريب من البشر، احنا عندنا دولة زي الولايات المتحدة الامريكية تأسس دستور عظيم، وهذا الدستور حصلت بعديه مش عارف بعشرات السنين حرب اهلية لتحرير العبيد، وبعد تحرير العبيد قانونا بعد حسم قضية الحرب الاهلية ايضا ظهرت حركة الحقوق المدنية في السبعينات من فضل هذا الاشكال. وانت بتتكلم عن دوله ديمقراطيه وفيها دستور وفيها مش عارف ايه ومجلس شيوخ وكل ومحكمه دستوريه عليا وكل حاجه، ولكن في اماكن ما يقدرش يدخلها الاسود، اماكن عامه طبعا، وايضا ما زال الدين وغالبيه الشعب الامريكي مؤمن ومتدين، لكن الموضوع العلماني لا، حتى انا جايب النموذج بتاع السود ده لانه نموذج صارخ، يعني معنى ان انت دستوريا ما فيش وضع خاص للسود خالص، خصوصا بعد تحرير العبيد خلاص ما فيش عبوديه، ولكن المجتمع بمؤسسات بتاعه في اللي تقبل وفي اللي ساعد الزنوج الاندماج وفي اللي قاومهم بشده وفي اللي فضل محتفظ بالتقاليد القديمه. عمليه معقده، اللي عايز اقوله انه
يعني ان مواقف الدوله اللي هي ما بتقفش حتى مع نصها الدستوري نفسه وتتغافل عن تطبيقه بصرامه، ده موجود في الحاله الامريكيه في التعامل مع الزنوج لحد ما جت حركه الحقوق المدنيه واضطروا ان هم يصدروا قوانين للتمييز الايجابي ومش عارف ايه، لانه ما فيش غير كده يعني. لان لما بيترك المجتمع لذاته والسلطات الفعليه اللي في الجمهوريات، لان دي جمهوريات، هو اتحاد جمهوريات اللي هي لان امريكا الدوله دي متقدمه على الشعب كويس، لا دولة متواطئة كانت مع اضطهاد متواطئه بس هي الزنوج لقروض، قانونيا قانونيا هي انما قانونيا هي. ما الدستور كده. احنا بقى عندنا مثلا في الدستور المصري انه دين الدولة الاسلام اصلا كويس، ولكن الكلام ده تطبيقه يعني دايما بيبقى فيه محل تفاوض. فالدولة عايزة تعمل تحديث او بتحاول تعمل دول، ولكن في اطار ان هم نفسهم ناس مسلمين ما عندهمش اي موقف سلبي، بالعكس ما يعني سلبيين جدا، وبعضهم تأثر بالحركة الإسلامية أصلا، الصحوة الإسلامية استمرت 40 سنة دي، فبالتالي عملية معقدة. فهو بيراعي توازنات كتير في حركته الاجتماعية، ما ينفعش إن هو بيضرب الإخوان ويبقى عنده مشكلة مع السلفيين ويتخانق مع ده كافر بقى لا لا ده كافر بقى. ده عايز ينشر الإلحاد بقى لا بقى فكده يستعدي كل الجمهور ده، او يتيح فرصه للقوه دي كلها انها تستعدي الجمهور على الدوله يعني. لكن انا عندما اطلع على الجهد الاعلامي التوجيهي، عندما تطلع على النص المنهجي المناهج الدراسيه، لا دي حصل فيها تحسن، حصل فيها تحسن كبير. انا شفتها اين زمان. المنهجيه العلميه فيها؟ لا في مناهج علميه في 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 الكتب العلم، المنهجيه العلميه شكليه، لكن انت عندما تجد اين يعني لماذا لا يقرا كتابك بطريقه جيده؟ لانه الاسس الفكريه والبحثيه المنهجيه غير متوفره لدى. لا بس ده ملوش علاقه بتوجهات الدوله التعليميه، لان الجيل اللي بتربيه الدوله ده هينضج لقرايه الكتب لسه بكري، لسه يعني يعني من ابتدائي بقى لحد ما يكبر ويبقى شاب ومش عارف ايه ويهتم بالثقافه ويوصل بقى انه يقرا الكتب دي ويلاقي منها لا ياخد له، محتاج 15 سنه يعني الاعرب. بس لكن انت لما تاتي الى الغربي الان يعرف الفرق بين العلم. صعد تاكسي مصري، فهذا اول واحد اشوفه يشغل عبد الحليم، واول واحد يشغل اغنيه، الكل مشغل قران كانما يعني ما اعرف. لا يعني ما انت حظك وحش زياده يعني، هو اللي بيشغلوا قران كتير، لكن كمان اللي بيشغلوا حاجات تانية موجودين. ما صعد 20 تاكسي باص، خلينا نروح الباص اي مكان كله قران. قران يخلص بعد ذلك اذان ولا بعد. فهذا انا اعطاني طابع بانه هل ان الشعب المتدين ام ان هناك توجيه لاشاعه التدين يعني. لا يعني هو في ده، لا ده اخف، هي في وقت الصحوة الإسلامية قبل الثورة وقتها كان ده أكتر. إيه لكن عندما تأتي الفترة الناصرية إحنا حتى بالآخر. لا فأنا بتكلم قبل الثورة الأخيرة دي، قبل ثورة يناير كانت أكثر، كان الموضوع أكتر بكتير. إيه؟ وكان لا يعني ده كان توحش إسلامي يعني. توحش توحش فعلا هذا توحش، وكانوا بيمارسوا سلطة يعني طبعا. يحجبوا البنات بالعافية في المدارس ومش طبعا مش بالإقناع. هذا اللي شرقنا بالعراق. يبقى أنا مدير مدرسة وإسلامي فاستغل سلطتي. لا بالعراق الآن حاليا هاي موجودة. موجودة وبكثرة. السؤال الآن إنه أنا وين المشكلة؟ أنت بالكتاب بتاعك حددت مفهومين، التخوين والتكفير. التخوين اللي يخص بالدولة الوطنية، والتكفير اللي يخص الدولة الإسلام أو المشروع الإسلامي. لكن هذه الثنائية في الحقيقة أنه التخوين للوطن، هو الوطن ما زال مشروعا لم يكتمل. أنا هذا برأيي يعني. وأنت تفترض أن هذا المشروع بدأ من محمد علي وبدأ يتصاعد إلى أن بدأت تتشكل هوية مصرية. لكن أين إحنا نتحدث عن أنه لم تكن هنالك هوية مصرية حقيقية مع الحديث. لكن عندما تأتي على الهوية المصرية تجد أنها هوية في صلبها دي هوية دينية. ما هو بصفة عامة أي هوية وطنية بتاعت الدولة القومية بتحتوي على مكونات ثقافة الشعب اللي موجودة فيها. نعم. بالضرورة، وإلا تبقى يعني جسم غريب يعني، تبقى ملهاش دعوة بالناس يعني، ملهاش دعوة بالشعب نفسه.
يعني بمعنى انه مثلا عشان كده حتى العلمانيات مختلفة في الدول، ايه لك انت عندما لانه تجي لفرنسا كان فرنسا، فرنسا حاجة، المانيا حاجة، هولندا حاجة، هو جواه بلجيكا شيء، وهكذا، كل حاجة ليها نظام، امريكا شيء وهكذا. فانت ما تقدرش تنفصل عن تراث، لان المفروض ان العلمانية دي تطلع من داخل، او اكتمال الدولة الوطنية بيتم من داخل التفاعل ده، التفاعل ده بتاع المتطلبات الحداثة مع التراث المتاخد، او طبيعة الناس اللي موجودة، يعني اللي هي بتشكل الشعب او السكان بتوع اي صحيح، بتوع لكن البلد. هو المشكلة في الاسلام انه يقول لك انا مسلم. هي اولا هو مفهوم الهوية رأي انه مفهوم معاصر، ليس مفهوم قديم، يعني ان مفهوم اجى هو نتاج للدولة الوطنية، وحتى هو تحمل انت معك بطاقة هي مكتوب فيها يسموها الديانة. الهوية، ما هي هويتك، لكن ان تأتي بالهوية التي تمثلك، التي تمثل الوطن. يعني انت لما تكتب هذا هولندي او الماني يكتب هويته ايدنتيتي الماني، لكن عندما تاتي هنا يكتب مصري، وايضا تحت يكتب الديانه مسلم. مثلا صحيح. في الدول الوطنيه الحقيقيه لا توجد فيها ديانه. صحيح. فاذا يعني ولكن لا هل مشكله، أنت تعرف مثلا إن في أمريكا، تعرف قصدي؟ أمريكا ما فيش هوية، لكن في الوثائق الرسمية بيتكتب العرق. الأرض هذه يعني ده تراث، طبعا هم تراثهم مش التعصب الديني، ولكن التعصب العرقي، ايه فبيكتب العرق إن ده هسباني، إن ده اي الأصول بلاك أمريكان، إن ده مش عارف كده يعني، ايه كويس، وايت إلى آخره. فالكلام ده بيتكتب. الدول الأوروبية مثلا كانت مليئة بالمشاكل العرقية، مش على أساس ديني بعد ما انتهت الحروب الدينية، لكن على أساس عرقي، في مشاكل ايه موجودة على أساس عرقي لكن وأقليات وأشياء من هذا القبيل. فليه ده جاي منين؟ جاي من طبيعة التراث بتاع البلد نفسه. فهي الدولة الحديثة في النهاية هي تكوين، لما تقرأ على الورق هو شيء أبستراكت، كلنا مواطنين، صح كلنا متساويين، أعضاء في كيان واحد اسمه الدولة، كلنا زي بعض. زي بالظبط فكرة الدولة الإسلامية، مش نعم الفتوحات العرب أنشأت الإمبراطورية الإسلامية، نعم هل دي كانت قائمة على مساواة المسلمين؟ لا، وبعد ذلك لم تقم على مساواة لا المسلمين طبعا أصلا. في حتى في العرب وفي عرب الشمال سيسودوا على عرب الجنوب اللي هم اليمنيين، ومنا الحكم ومنكم والعرب كلهم بيسودوا على غيرهم، ايه واللي بيسلموا من غير العرب بيفضلوا يدفعوا جزية في الفترة بتاعت الدولة نعم الأموية، وحتى بعد كده، ولما يجوا الترك يحكموا يبقوا الترك هم الاشياء، حتى الأسياد، بعد ذلك بدأ وقبل الانجليز كده الفرس وهكذا. يعني لكن النموذج بيقول إيه؟ إن كل مسلم زي كل مسلم، إن التمييز اي بس ضد الغير مسلمين، ولكن المسلمين متساويين. هاي ده مشكلة ده إسلامية، هاي ده مشكلة ايوه، إسلامية. بس ده هو ده الواقع. لا هو الإسلام أيضا يفرق بين المسلمين، فرقش بين المسلمين، يفرق لا فعل لا. ازاي هو في اي حاجه في الاسلام بتقول ان مضر او ربيعه او لا 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 غيره لا، لأنه هو يلم او الجميع تحت هاي الخانة ويسوي او قال يعمل مثلا اللي اصله فارسي احسن من اللي اصله مصري، أتباع، ولا إمام احسن. أتباع. هاي الفكرة أساسا. المفروض ان الاتباع متساويين تحت الامام. لا، إيه ده ما كانش يعني حاصل، قطيع. ده ما كانش حاصل، ده كان في عرب اليوم وضع، وبقيه الاعراق الثانيه اليوم وضع، وهكذا، رغم ان كلهم تحت الخليفه لكن يفترض. إيه لكن أنت عندما تحلل إيه أوكي. لكن أنا قصدي وين؟ عندما تأتي إلى الفكرة أو المنظومة الفكرية دائما تجد هناك إشكالات، مثل المنظومة العلمانية في ما ده إشكالات. اللي انا عايز اقوله، انا إيه عايز اقوله ان المبدا شيء وواقعه التطبيق شيء تاني. المبدا المجرد لما تقراه على الورق لازم يكون فيه اتساق معين، ولكن لما تيجي تشوفه في الواقع واقع هتلاقي ان اختلف. بتدخل عوامل تانية بتعمل له تويستنج، يعني بتلويه، يحصل معلش له انا متفق معاك. التواء بقى على اساس ديني، على اساس لانه في على خطأ اساس مشكلة. عرقي، على اساس 100 مش عارف مشكلة وهكذا، طيب. على اساس انا اللون، قصدي على اساس الطبقات، على اساس كده لا يعني. انا اللي قصده وين؟ انت سويت ثنائية التنوير، التخوين والتكفير. وقلت التنوير هو هامش وغير مفهوم في الكتاب. لكن عندما تأتي تراقب فكرة التخوين
بدأت كفكرة صحيحة ولها علاقة بالدولة الوطنية، لكن مع الوقت بدأنا نشعر بأن هذا المسلم أو المكفر بدأت تتداخل بين الأمرين، هو في تداخل وأصبح طبعا. طارد للتنويري الذي هو يفترض أن يكون هو صاحب فكرة التخوين. لا طب هو اصلا بيتم تخوين الاخوان المسلمين، نعم فبالتالي لانهم نعم اعداء الوطن ويقول لك لا يمثلون الدين مثلا، ومش بس لا يمثلون الدين، وحلفاء تركيا وقطر وهاي كمان. الخلطة، هاي الخلطة ده ايوه، ما هو ده لان في صراع، صراع لان احنا في مرحله في وضع انتقالي، هذا فبالتالي هذا فيه هو ده فهو بالتالي وهو ليه طب في اي دوله بيتم يعني عقاب الخونه بالمعنى طبعا المباشر البسيط، اللي هو هو واحد التكفير سرب مثلا أسراف وفاء للاعداء طبعا كويس، ولكن لا احنا عندنا في خطاب تخويني، خطاب تخويني يعني معنى ان انا بقول ان اللي بيقول كذا هو كافر ده خاين او ده خاين كافر إيه. كويس. فهنا بمعنى ايه هنا، لان في مشاريع سياسيه متناقضه وبينها صراعات من حيث المبادئ يعني، إيه. فبيتم تخوين وتكفير بالجمله، مش طبعا تخوين حد معين يعني يتهم ويروح محكمه ويحكم عليه، لا ده موضوع تاني. هسه احنا حتى نختم اتمنى تعطيني فكره نهائيه عن مشروعك او كتابك، وما هي مفاتيح هذا الكتاب المناسبه لفهمك؟ يعني هو الكتاب مكتوب بأبسط ما يمكن، أنا ابتديت الكتاب بمدخل عن الدين وعن السلطة نعم بصفة عامة، نعم وعن الأديان الإبراهيمية أو الإسلامية، وفي نفس الوقت انتقلت من ده بقى كمدخل للتأطير اللي أنا بعمله لتاريخ مصر الحديث، التفسير اللي أنا بعمله لتاريخ مصر الحديث، اللي هو بيبتدي في المراحل اللي هي الأولى، التحديث بتاع المرحلة الخديوية ثم المرحلة الإسلامية ثم المرحلة الإسلامية. وفي نفس الوقت في كل فصل بحاول أناقش مفاهيم أساسية متعلقة بالمرحلة اللي أنا بتكلم فيها، يعني بناقش مسألة الإصلاح الديني لما بتكلم عن عبده مثلا، أو فكرة الإمبراطورية مقابل القومية وهكذا. أستاذ فده بصفة عامة ده الإطار العام للكتاب. أوكي شكرا جزيلا، وإحنا عادة الدكتور حديث مستفيض، والحلقات القادمة راح نتناول كل فصل على حدة، وأتمنى تتابعونا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء القادم، وشكرا جزيلا للدكتور لشرح هذا الكتاب، وأدعو الجميع إلى الاطلاع على هذا الكتاب أيضا لأهميته وبل ولدراسته أيضا، وليس مجرد اطلاع عادي. شكرا جزيلا. الشكر شكر ليك، وشكر للاحتفاء بالكتاب، وشكر لكل المستمعين اللي هيستمعوا لي. مع السلامة.